كروات ان شاء الله اليوم المباراة كانت زوينة، الماتش كان زوين، شوي كان شوية ستريس، كان شوية الضغوطات، مي هاد الناس فرحونا، داروا لنا الأغاني والنشاط وداك الشيء، المهم كنتمنى لهم حظ موفق، كان فرحت بهاد التعادل، صافي كنتمنى لهم حظ موفق وجيم مغرب، لعبوا مزيان، عندهم واحد الجد باين لعبوا مزيان، إيوا كنتمنى لهم الخير إن شاء الله من هنا لقدام، يزيدوا لقدام كنتمنى لهم حظ موفق. ودائما تبارك الله عليهم ما كيحشموناش. هو صراحة المنتخب الوطني لعب واحد مقابلة رائعة مع منتخب كرواتيا ياك. المهم في الدقيقة 44 45 46 بدات الكرة تطلع هانية، الشوط الثاني هكا وهكا القضية لعبتو مزيان هما راكيو البيوت فرجونا. دابا أنا بالنسبة لي واحد النشاط هذا غادي نمشي عند الطبيب باش نقلب التونسيون ونعفرس الخزان ديال السكر، ولكن إن شاء الله كنتمنوا المنتخب الوطني مقابلة تاع بلجيكا وكندا انهم يبينوا لحن تيتيهم ونتأهلوا للدور الثاني ان شاء الله، ولما لا الادوار المقبله. صراحه اللاعبين الاداء ديالهم كان رائع، لعبوا مزيان، كان خصنا هذاك البيفيني في الاخر ويماركي البيت، ما كانش ديك الطاتش الاخرانيه، مي سي بون المدرب خرج هذوك اللي خصهم يخرجوا ودخل لعبه اخرين، اعطى واحد النفس جديد في المقابله، ولكن كنتمنوا ان شاء الله نستافدوا من هذه المقابله ونعطيو اكثر مع منتخب بلجيكا ومع منتخب كندا. انا الرساله اللي بنوجه للمنتخب الوطني هو انه الا لعبتوا مزيان في المقابله بينتو لحنتيتيكم خصكم حاجه وحده هو البيت، حيت اهم حاجه هما دوك ثلاثه النقط. حنا سواء خسرنا سواء تعادلنا سواء ربحنا ديما ناشطين وديما كوكب يا الله كاع. تيبان لكم الاجواء في لاصال كيفاش غاديه؟ منتخب ادى اداء وابلى بلاء حسن، كنتمناو ليه في الماتش الجاي انه يعطينا المزيد والمزيد، وما كنتسناوش مفاجاه حيت حنا تايقين ثقه كامله في المنتخب ديالنا انه غادي يمر النصف النهائي ان شاء الله، ولما لا الفينال. كيف ما قلت لك قبل الاداء جاني اداء مستحسن، كنتمناو انه في الماتشات اللي غادي يجيو ناقصهم هذيك اللمسه الاخيره امام المرمى، لما لا في الماتشات اللي جايين يستغلوا انصاف الفرص باش يفرحوا هذا الشعب هذا اللي كتشوفوا فيه هنايا. تقريبا جايه 500 واحد في سرايان، تنتمناو انهم يفرحوه ويفرحوا الشعب المغربي كامل ان شاء الله. صراحه ما نقدرش نحمل المسؤوليه للمدرب، لان المباريات اللي قام بها ليا سواء الوديه او الرسميه اللي هي هذه المباراه اللي داز هي مباريات قليله، ما يمكنش نحكموا على المستوى من المباراه الاولى. هذه المباراه هي ممر باش ان المدرب ياخذ واحد الخلاصه باش انه في المباريات الجايه يعطي اداء واداء احسن ان شاء الله. بالنسبه لي اخويا الرساله اللي نقدر نوجه هي واضحه، هو ان لا اللاعبين لا الجامعه الملكيه لا المدرب يحاولوا ويتقاتلوا ويعطوا جهدهم كامل باش يفرحوا هذا الشعب المغربي بجميع الوسائل ويتقاتلوا معنا وديما ديما مغرب. الحمد لله على كل حال كنتمناو من اللاعبين ديالنا المنتخب الوطني يقدموا نتيجه احسن من هذه في المباراه اللي جايه ان شاء الله، والله يوفق كل واحد. ونتمناو حتى الاخوان السعوديه وتونس وجميع الفرق العربيه ومنها الافريقيه حتى هي نتمناو لهم التوفيق من هنا لقدام في الماتشات المقبلين. الاداء اخويا كان ناقص شويه على سميتو الماتش اللي فات ويتي، ونتمناو لهم الخير ان شاء الله ويجي ما كوكب.